لك والملك لا شريك لك حمدك اللهم لبيك حمدك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن شاء الله خلود بن علالي صاحبة ومسيرة الوكالة خلود أصفر. بالنسبة للحدث اللي وقع كان الوكالة ديالنا برمجات رحلة ديال المقدسة الأداء مناسك العمرة، كان تم البرمجة ديالها بتاريخ 22 في الشهر لظروف أو قوة قاهرة تم إلغاء أو تأخير الرحلة لتاريخ معين اللي هو هذا النهار هذا، وهانتم معنا تشوفوا المعتمرين ماشيين وفرحانين وناشطين. دونك تلقينا الخبر في وقت متاخر بان الرحله تم التاخير ديالها لقوى قاهره. انا داك علمنا المعتمرين ديالنا اللي هما قرابين وكانوا مازال ما وصلوش للوكاله، علمناهم باش يبقاو في ديورهم الناس ديال فاس. اما بالنسبه للناس اللي خارجين على فاس اللي هما من اقاليم مغايره للمدينه ديالنا، كانوا عندنا الناس من بولمان والناس من تازه من وجده من الناظور من النواحي، تم الايواء ديالهم فنادق مصنفه 4 اتوال بجانب الوكاله ديالنا بالماكل والمشرب ديالهم. الحمد لله هذا النهار هذا انتم شفتونا مشينا زرناهم دينا لهم الجوازات ديالهم والبي ديالهم والمسائل ديالهم الخاصه. عندهم ديبار هذه الليله هذه باش يتمكنوا انهم ياخذوا الرحله غدا غدا في الصباح ان شاء الله. المتدابير اللي قمنا بها مشينا للمركز المقر المركزي ديال الخطوط، وتمكنا الحمد لله بعد مشقه وهذا اننا خدينا هذا لوفول هذا. كنشكر الخطوط لحقاش تعاونوا معنا وكانت مساعده وان غياكتيفيتي من جهتهم ومن جهه ليكيب ديالنا ديال الوكاله اللي سهرات على انها تأدي العمل ديالها والسيرفيس ديالها. الحمد لله احنا ناس ثقه، هذه وكاله معتمده وكاله مرخص لها من وزاره السياحه، دونك احنا بعيدين كل البعد عن شبهه النصب والاحتيال. تفهمنا الناس اللي هما ما تفهموش في ديك الوقيته في ديك الظرف اللي وقع هادشي، ولكن الحمد لله وهذا كيتبت اليوم بان السمعه ديالنا وبان المصداقيه ديالنا وبان سميتو ديالنا كيبقى فوق كل شيء. شوف هذا مشكل تيوقع عند بزاف ديال الوكالات وعند بزاف ديال هذا، كيوقعوا هاد الظروف هادي، فكتبقى الوكاله الدور ديالها هو انها كومون الفا جيري لا سيتياسيون سي تو. لا ما وقع لنا والو الحمد لله. الحمد لله داكشي من الخير، اي حاجه في كل تاخيره خيره كما نقولوا. الحمد لله على كل حال هادشي اللي كتب الله، ولكن الحمد لله اللي غير نوصلوا لذاك المقام وندعيو معكم والله يسامح على الجميع كل شيء يسمح علينا. هادشي اللي نطلبوا المسامحه من الجميع. يعطيكم بالرضا، الله يعطيكم ما كتمناو عند الله العزيز. الله يعطيكم برضا، الله ينجحكم، الله ينجيكم اللافات وين جينا وين جي المسلمين جميعا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.